اذا التحليه تاعنا حتكون بغيوش بغيوش نحبوها يعني في كل وقت في الصيف ما حتى في شهر رمضان كاين اللي يحبوها في الليل. انا نوزن 500 غرام فرينه انا بسم الله نعبر لك 500 ياك 500 غرام وي سي ان دومي باكي ان دومي باكي اللي ما عندهاش ميزان اي نص البواطه تاع الفرينه. فوالا هكذا. هنا واش عندنا؟ عندنا 500 غرام فرينه، عندنا 200 غرام تاع الحليب بارد لا لا يكون دافي يكون دافي. عندنا 100 تاع السكر وعندنا 100 تاع الزيت، زوج مغارف تاع الماء زهر، عندنا مبشور تاع القارص تقدروا تزيدوا ديروا تاع البرتقال تاع تشينا، عندنا مغرفه ونص على حسب الطقس، يعني كي يكون بارد الحال ديروا مغرف كبيره او نص، الا كان سخون الحال ديروا جوست اون كويا غاسوب. عندنا زوج حبات بيض وهذه سي بور لا دور للتزيين من الفوق. اه شوفي لهنا الاخت المشاهده واش ديري؟ انا راح نخدم لاباط ديالي. انت يا تو بريبار ان بتي لوفا، خدي شويه من الحليب، خدي الخميره وخدي شويه من السكر، خليهم يطلعوا شويه باش ديريهم. هلا انا هنا واش راح ندير؟ ناخذ قلنا نعاود المقادير، قلنا 500 تاع الحليب تاع الفرينه، 200 حليب 200 حليب، عندنا 100 تاع الزيت، وعندنا 100 تاع السكر. تري بيان. عندنا زوج مغارف تاع ما زهر اللي راح يمد لها واحد النكهه يعني رائعه. هي تحب الما زهر، تحب القارص، كرفت التشينا. هنا عندنا الملح اللي هو 10 غرامات ليكيفالون تاع مغرفه تاع قهوه تاع الملح باش ما تجيناش مسوسه. ناخذ هنا الفوي، نخلط قبل نزيد زوج حبات بيض لي ليكيد تخلطيهم مع بعض ولا تو سكي ساك وحده. علاش هنايا ريم على جال السكر هذاك ندوبو شويه؟ جربتها في الاول كي درت لو سوكر ديراكتومون في لاباط ما عجبتنيش لا تيكستور تاع لاباط، كي عاود خلط هكذا المكونات وخلطتهم لقيت باللي هكذا ونخلطو غير شويه نحسو برك هذاك السكر داب والبيض هذاك تسقس. تري بيان باسكو البيض هكذاك بارد تحطيه في لافارين. تري بيان، دونك هادي لا بريباراسيون تاع لاباط. هادي لا بريباراسيون تاع لاباط، راح نزيدو شويه لو زيست. راح نحطو كلش هنا بسم الله. تري بيان، عطيني برك الفوايه نوره باش ما يطيرناش الفرينه، ما تطيرش في الغوبو. خلطها شويه هكذا نعاونوها برك هنا، وراح نضيفو حنا قلنا الخميره الاخت تبريباريها قبل، حطيها في دون زان بتي بول، شويه سكر وشويه تاع الحليب تطلع لك. فوالا تري بيان، ونخلوها الدور يعني تحب العجين هي ياك. تحب العجين اكزاكتومون. كان برك خلطها هكذا باش مين نحط في الغوبو ما تطيرش هذيك لافارين. حنا ريما هنا نخلوها الدور حوالي واحد العشر دقائق هكذا، وحنا رانا حضرنا عندنا تحضير ديجا جبتي وحده اكزاكتومون خمرت ديجا مسبق. وهنا راح تجيكم جاريه يعني، وهي هذا هو السر، هذا هو السر تاعها. يلا دوك هنا ناخذ نحتاجوا الفرينه. تري بيان، بوكو دو فارين. اه لازم باسكو لاباط تاعنا بزاف جاريه وهذا هو السر تاعها، ولا فورم يعني راح كي نخدمها تبان لكم سامبل، بصح كي طيب راح تاخذ واحد الشكل يعني روعه شباب بزاف. دوك هنا بعد اللي فوتناها هنا في الغوبو عجناها وبعد درتيها ريحت شحال من دقيقه ريحت ولا ساعه؟ شوفي ريم على حساب الوقت، دي فوا تقعد ساعه ساعه ونص ساعتين لا تمبيراتور لا تمبيراتور على حساب لازم تطلع يعني اكزاكتومون. هذه هي دوك كي تكملوا منها من الغوبو حطوها في لو ريسيبيون ديالكم وخلوها تريح بعقلها ساعه ولا ساعه ونص ما نخافش يعني عليكم، على بالي كامل تعجنوا في الدار الله الله يعرفوا العجين. شوفي هنايا يعني شحال خفيفه شوفي اللي اون تخان سو ديغازي دوكا راه يخرج منها كامل هذوك الهواء. تري تري بيان، طريه
ونزيد نعاون روحي شويه بالزيت. نحط الزيت ونحط لافارين. اوكي. وعندي وجدتي ان بلاطو بالمول. دوك لو فازون دوك لو فازوناج تحبي ديريها ا لونسيان دي بول ولا ولا حبيتي يعني حاجه شابه تقدري تنوعي. تنوعي هذه هي. نورا نجي من باش نشوف كيفاش تخدمي. دونك هادو سي دي امبورت بيس باش تفهموا مليح لو برانسيب. فوالا. واللي ما عندوش هادو يدير غير كويرات شابين. يدير كويرات شابين هذا ما كاين. بالك ولا بغيوش ما لازمش تكون متلاصقه مع بعضها بعض في البلاطو باسكو تاخذ ليسباس كي تبدا تطيب. تبدا تطيب اكزاكتومون. هادي زعما لو بتي كونساي بور لي ديبيتون. تخي بيان. معليش تتلاصق هكذا ولكن يعني لو ريزولتا الله يبارك. يجي شباب على فكره. يكون بزاف شباب اكزاكت. تاخذ الراي العجينه. تاخذ الراي باسكو ريحه خدات وقتها. ولا كريم هادي او سيترون اللي وجدتيها من سبق. هاد لا كريم او سيترون يعني فاكولتاتيف تحبي تزيديها تحبي ما تزيديهاش كوم انا قلت لك يعني كي تكون مناسبه هكذا نقدر منعشه. ايه يعني كريم او سيترون ولا دو شوكولا. طيب لابغيوش تاعنا نقسموها اون فالا فوغي نعمروها. شغل لا مونا تاع زمان. شغل لا مونا تاع زمان. وانا هاد لا كريم او سيترون ريم نعتمدها يعني نقدر نقول لك في الوصفات تاعي كامل. لاسيديتي تاعها يعني جوست سكيل فو. هنا واش ندير؟ ناخذها باش ما تلصقليش. ناخذ الغولو غير نشوف تلصق. تزيدي لها لافارين. نزيد لها لافارين ونبدا نمشي. شوفي نرفدها قبل ما نفاصونيها. اكونديسيون يكونوا بزاف رقاق. يعني والشكل تاعها كي طيب شوية برك هكذا ترفدي قبل فو ساسيغي باللي ديكولاو باللي ماهيش لاصقة وترفديها وحط حطيها هنا تخي بيان هكذا وتزيدي وحدة قدامها وحدة قدامها؟ لا no? راح نزيد وحدة باش تفهم الأخت المشاهدة بوكو دفاغي وي وي لازم لافاغي باسكو راك تساعدك في الخدمه فريمون متلوقه ما تقدريش خفيفه خفيفه بزاف يعني وبنتها ما نقولكش تجي خفيفه هذيك تكون لاباتيو جاريه يعني تكون هلا شوفي هاي ليك نروليها غير شويه تو بتي بو جو دوا ماسيوري بلي ما راهيش لاصقه فوالا الوغ هكذا عشوائي قد ما يكونوا رقاق قد ما لا تعطيك المنظر شباب منظر شباب فوالا تري بيان هاي ليك دوك هكذا ريم تقولي ماهيش لو بلا ماهوش معمر راح تتنفخ سي نورمال تتنفخ وراح نشوفوا في الشكل تاعها فيما بعد دوك حنا نكملوا هاد لو كوتي نديرهم في اربعه اربعه وهنايا راح نديرها هي سهله درت لها لو سيركل في الوسط تما ديري اوتور اوتور ولا ديري ان سيركل يعني كيما تحبي كيما حبيتي يعني كيما يقول لك الشكل والاخر كل واحد يدير كل واحد يدير كيفاش يحب لا دوغيغ هاي باينه حبه تاع البيض
وندهنوها شويه تاع الملح وشويه تاع لافاني وندهنوها. نولي برك الكريم تاع الليمون لا كريم دو سيترون. واش عندي؟ عندي فيها 110 غرام تاع الحليب اللي تري تري بون لا كريم سيترون، وعندي 110 تاع الكريمه، كريمه سائله. عندي نص كاس عصير ليمون، عندي نص كاس تاع السكر، وعندي حبه بيض، هادو نخلطهم. وعندي مغرفه كبيره تاع الفارينه ومغرفه كبيره تاع النشا، هادو نخلطهم بارد في بارد ونحطهم فوق النار حتى تتقال. نحي الكاسرونه ديالي، نضيف لها 100 غرام زبده و100 غرام شوكولا بلون. تري بيان الي فريمون بون. سي هاري ما حاش تندمي عليها، خلاص ندوقها ونقول لك يعني ما بور لي فون دو تارت. ولا بيان سور يعني هي اليوم دارتها كما يقول لك اختياري، زادتها شباح في الـ في الـ في لابغيوش تاعها. مي كاين اللي ما عندوش يقدر يدير برك لابغيوش هكا سامبل ويزوقها كما يقول لك، يقدر يدير حجيرات سكر من الفوق، جلجلان. صح، دونك هما حرين في التزيينه، في التزيين اكزاكتومون. حنا لاباس سي لابغيوش، لاباس سي لابغيوش، شفتوا الطريقه وتشبحوا كيما تحبوا كيما حبيتوا، ما لينا ما عندكمش هذا. يعطيك الصحة نورة، يسلمك كريم. تحب هذيك لابغيوش، لابغيوش فوغي. هنا درنا لها لا كريم كيما نقدروا يعني نقدموها بلا لا كريم. اكزاكتومون فوالا. ولابغيوش في كل وقت يعني كيما نقولوا حنايا، ساير ليام.